أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها قبل الأخير: هل الأشرطة التي يسجل فيها القرآن الكريم يكون لها احترام كالمصحف؟ وهل يجوز وضع المصحف على الأرض إذا كانت طاهرة بحيث يكون في مكان آمن لا يمتهن ولا يمر عليه؟ لا شك أن المصحف يحترم ويوقر ويرفع ولا يجوز وضعه على الأرض، لأن ذلك امتهان له. إنما يوضع على فراش طاهر أو على شيء مرتفع طاهر، ولا يوضع على الأرض، لأن هذا فيه امتهان له. وأما الأشرطة فلا تأخذ حكم المصحف، الأشرطة إنما تشتمل على صوت مخزون فيها ولا تأخذ حكم المصحف. نعم.